الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فرمضان هو شهر المبادرة والمسابقة والمسارعة في الخيرات، ولا سيما في العشر الأواخر منه. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر غاية الاجتهاد. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأواخر من رمضان، أحيا ليله. أحيا ليله بماذا؟ بالقيام، بالصلاة، بالذكر، بالدعاء، بقراءة القرآن. أحيا ليله وأيقظ أهله. يقول صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. نضر الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله. خيركم خيركم لأهله ليس في النفقة والطعام فقط، وإنما في الأخذ بأيديهم إلى مرضات الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجب أن نسير عليه، أن نعمل على طاعة الله عز وجل، وأن نأخذ بأيدي أبنائنا وأزواجنا وأهالينا إليها. فقد كان صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة كما قالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها: إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، أي تفرغ لعبادة الله وطاعته، لأن هذه الأيام أيام مباركة، ويكفي أن فيها ليلة واحدة هي ليلة القدر خير من ألف شهر. من وفقه الله لها فتح له أبواب الخير في الدنيا والآخرة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وإذا أردنا أن نضرب بعض المثل التطبيقي من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسابقة في الخيرات، نذكر نماذج عظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن ربيعة بن كعب يقول: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فطلب مني أن أتيه بوضوئه، فأتيته به، فلما توضأ قال: سلني يا ربيعة. قلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال لي: أو غير ذلك، هل تسأل سؤال آخر؟ قلت: هو ذاك يا رسول الله، لن أسأل سوى هذا السؤال، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. وأم عمارة في غزوة أحد: سليني يا أم عمارة. عندما كانت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ فتقول: بل أطيق وأطيق 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 يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سليني يا أم عمارة. تقول: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وأهل بيتك يا أم عمارة. وعن سيدنا أبي بن كعب يقول: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبعد القوم ممشى عن مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا تخطئه صلاة في المسجد، لا في الفجر ولا في العشاء، لا في الصيف ولا في الشتاء، لا في الحر ولا في المطر، لم يتخلف عن صلاة. وكان أبعد الناس مسكنا ومنزلا عن مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: هل اشتريت لك؟ وكان يأتي ماشيا.
فقيل له: هل اشتريت لك دابة؟ دابة تركبها في الظلماء والرمضاء، أي في شدة الحر وفي شدة البرد؟ فقال لهم: ما أحببت أن بيتي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب الله لي ممشاي إلى المسجد إذا مشيت ورجوعي إذا رجعت. لأن الإنسان إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء فخرج يقصد المسجد، كانت خطواته كل خطوة إحداها يكتب له بها حسنة، والأخرى يمحى بها عنه خطيئة. فكان الرجل يفهم أهمية المسجد وفضل الذهاب إلى المسجد. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قال الرجل: والله ما أحببت أن بيتي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب الله لي ممشاي إلى المسجد إذا مشيت ورجوعي إذا رجعت. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له: قد كتب الله لك ذلك كله. وفي يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من منكم أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من منكم اتبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه في شخص إلا أدخله الله الجنة. ولما دعا صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الصدقات، جاء سيدنا عمر بن الخطاب. يقول سيدنا عمر بن الخطاب: دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة فوافق ذلك مالا عندي، فأتيت بنصف مالي، جئت بنصف مالي. فسألني النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قلت له: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك ومالك يا عمر. ثم جاء الصديق أبو بكر يقول: عمر، كان المال عندي في هذا اليوم كثير، فظننت أني أسبق أبا بكر. فجاء أبو بكر فوضع ماله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ وهو يعلم حال صاحبه. قال له: أبقيت لهم الله ورسوله. أتى بكل ماله. فقال عمر: رحم الله أبا بكر، ما سبقناه في خير إلا سبقنا إليه. وكان النبي ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر. وكان يقول: ما فضلكم أبو بكر بكثير صلاة ولا بكثير صيام، ولكن بشيء وقع في قلبه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمن الناس علي أفضلهم علي، على من؟ على سيدنا رسول الله. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. العبرة ليست بكثرة المال أو الإنفاق، ولكن بإخلاص النية لله. ويقول سيدنا عمر بن الخطاب: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى أتينا على ابن مسعود وهو يقرأ القرآن، فوقف رسول الله يسمع ووقفت معه أنا وأبو بكر، وقرأ ابن مسعود ثم ركع ثم قام ثم سجد ثم جلس ثم سجد ثم قام ثم فقرأ ثم ركع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى ابن مسعود؟ وقال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. يقول: فلما رجعت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قلت: أذهب إلى ابن مسعود لأبشره. فذهبت إليه
فطرقت الباب، فلما سمع صوتي قال من؟ قلت عمر. قال ما جاء بك الساعة؟ قلت لأبشرك. قال سبقك بها أبو بكر. قلت إن فعل فإنه لسباق. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حرصهم على الخير، في سبقهم، في عطائهم، في تطوعهم، في كل شيء يفعلونه لله. بذكر محمد عطرت قولي فألا يا إمام المرسلين عليك الله صلى عليك الله صلى يا حبيبي بصدق والملائك أجمعين. أسأل الله أن يرزقنا حسن الاتباع وأن يهدينا إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرم شفيع.